برضو ان في ممثلين ملتزمين ويحبوا يجودوا جدا، انما ساعات الظروف يقول لك يلا المنتج، انا هقولها بصراحه، يقول لك المنتج بتاعه كده الانتاج بيخسر. ما كانش في الكلمه دي زمان، ايام بتاعتي كانت ايام ما كانش في منتج هيخسر. انا فاكره فيلم اسمه المهندل الكبير انتاج عبد الناصر ربنا يشفيه ويديله الصحه، كان بيصرف صرف عليه 1,000,000 جنيه ايام ما كان الجنيه يسوى 10، عمره ما قال، وكان الساعه 4 يقول انا فركش انا ما اقدرش اديك، والله العظيم ربنا يخليك يا عبد الناصر. طيب ادي مثال، تعالى اقول لك لا يا حبيبي كده الانتاج يخسر يا الساعه يا مدى. رديت على السؤال كويس خلاص. برافو عليك. تقول انا كنت شعبيه وكنت فين؟ اتولدت فين اساسا؟ في كفر الشيخ. كفر انا من مواليد كفر الشيخ. وتربيت في المحله. والقاهره جيتي مع الشيش؟ جيت القاهره وانا كان عندي 11 12 سنه. عايزك تعملي لي من كانت ايام لكانت ايام. الستات زمان اللي كانوا يقفوا في البلكونات كان ليهم تقاليد معينه ينتهوا على الناس. السبت ونعمل بتوع الايام دي بقى. السبت. لا الايام دي يا اخويا ايامها زمان السبت. ايوه. والنبي يا اسطى لا مؤاخذه يا بتاع الفجر حط لي يا اخويا و2 كيلو خيار بكام؟ 2 كيلو خيار بقرش ساخن، ليه بقرش ساخن كيلو؟ اسم الله غالي. زمان زمان وليالي زمان، كان الزمان انسان، دلوقتي ليه يا زمان ما بقتش زي زمان؟ طيب يا صبر طيب يرحم زمان وليالي زمان، الناس يا متهني يا فرحان، يرحم زمان وليالي زمان، الناس يا متهني يا فرحان. الدنيا كانت وردة وشمعة ولسه ما اخترعوش أحزان. طيب يا صبر طيب. النهارده بقى النهارده بقى تقف الست في البراندة الالموتال ده مش مظبوط. انا عايزه هنا احط جاردن والبتاع الارض ده اسمه ايه اللي بيلعبوا فيه الكره؟ الترتان. الترتان اللي خسروا فيه النيله ما جبتش الكوره. فانا لا لحظه انا بحب الكوره. انت عسل والله. انا زعلانه عشان ايه؟ الاهلاويه جدا وزعلانه على المصيبه اللي احنا. ما برضه الكوره دي كانت ايام. استني خلينا في الترتان والقلم وتال ده زمان. والفيميه فيمي على جريك والتاني مش على ايه البن اسمه ايه بالانجليزي؟ براون. براون. براون والتاني البلاك والبلاك اسود والابيض البلاك اند وايت. التوم اللي كان بيتحط التوم الجميل والبصل ينشف وكده مش يحطوه يخزنه تبقى البيت ريحته بنيله، نقفل بقى كله قلم وتال والباميه كان بينشفوا الباميه. نعم ما كنتش احب انا الباميه، انا بحبها الخضرا. يا اما يعملوها بالخيوط. خيوط ويعلقوها وتنشف وتتشال تتخزن، دي كانت تتخزن والكشك والحاجات دي كلها. بس ايه؟ وكان يحط في ناس كانوا بيخزنوا جبنه ويحطوها في البلكونه. يا الا دي الجبنه والمش جرى ايه؟ دود المش منه فيه والحاجات بلاليس بلاليس. تبدل بايه دلوقتي؟ السمنه البلدي اللي اتضح انها هي اللي ما بتعملش الذبحه. كان البيوت كلها تخزن زمان سمنه بلدي. برات اللي كانت ايامها كان كانت ايام بقى برات. ويوم ما يتسيح السمنه ده كان يبقى احتفال في البيوت. احتفال بقى والمرتس مال على مقامك ويعملوا اللي حوس يعملوا منها رئيش والقرص وبتاع.